اللقطة الثانية هي الهدف اللي غادي يسجلوا فريق الفتح الرياضي نتمنى تتابع معايا هذه اللقطة خالد لان هنا كان هناك لـ 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 يمكن عملية ديال المسك على مستوى المدافع هنا بلوكا باليد ديالو انا كنت كنتمنى هنا من الغرفة ديال الفار الله يرحم الوالدين هنا السير انه هو اللي فادي اللي كان خصو يتدخل هنا يشوف هي العملية ديال المسك انه يشوف هنا يشوف فين كانت واضحة في هذه المسألة ما كانش انه يسوى خصوص انه كان هناك 3 0 المنهزم بها الفريق انا بالنسبه لي هنا علاش دابا دابا هذا هو الاشكال دابا هنا ما غاديش هنغ... يعيط الفار ما تدخلش انا بالنسبه لي هنا كانت عمليه ديال مسك مسبوقه قبل الهدف وبالتالي هنا كان الغرفه ديال الفار باش تدخل وتقدم المساعده الكافيه لو انه الفار نادى على الحكم على يقين بانه كان غادي يلغي هذا الهدف غادي يلغي هذا الهدف لان كان نورمال مخصو يتلغى الهدف لان الخطا واضح خطا واضح وبين المهم اللقطه الثالثه اللقطه الثالثه وهذه من اللقطات النادره صراحه قلنا بغيت نزل هذه اللقطه لنا باش نناقشوها لان الحكم المساعد السي محمد النقشه اللي من الاجود الحكام المساعدين المتواجدين في الساحه الوطنيه ولكن هذه الحاله انه ما لها شوف خالد هنا بشكل هنا الكره غتكون ديفي بالراس شو اللاعب رقم 14 فين غادي يكون هنا ها هو راه اللاعب الهنوري اللي كان متقدم هنا الحكم انا بالنسبه لي ما عرفتش انه ل... ل... ما انتبهش لهذه المساله حتى بل... الطريقه ديال التنقل ديالو ما دارش الجري الجانبي اللي كان ممكن ان نشوف هنا اللاعب الهنوري غادي يمشي بالكره لان كانت ممكن انه هذه الحاله انه دير تعطي هدف كانت ممكن ديك الساعه تدخل الغرفه ديال الفار ان السي محمد النقش انا بالنسبه لي هنا غاب عليه التركيز وكذلك التموضع الجيد باش انه يكتشف الحاله هنا الحالة الأخيرة واللي اللي مثيرة للعملية هنا بالنسبة ليا هنا شفنا الضيقة الثانية من الوقت بات الضائع بمعنى غنبداو في الضيقة الثالثة هنايا غنشوفو سونتراج وغنشوفو الكرة هناك الحكم خدا القرار ديالو في الأرضية ديال الملعب دار بينا كاين هناك التسلل المدافع ضرب الكرة بالراس ديالو ما عرفناش الغرفة ديال الفرع علاش كانت كتقلب ما فهمتش انا علاش علاش وخذات واحد أوه. الوقت كثير ها هي شوف انا بالنسبه لي اللاعب هنا ديال ديال شباب المحمديه خذا الكره بالراس ديالو لا وجه المستاد شوف حتى شوف سنة شوف, سنة الحكم شوف الحكم شوف أوه. الحكم شوف الحكم بان انه هو مستريسي انه خذا القرار وكيقول بانه كاينه شي حاجه هنا لان خذات واحد الوقت شو كثير شوف شحال ديال الوقت اكثر من دقيقه وزايده خالد انا بالنسبه لي شوف انه الحكم انه هنا شوف الاشاره دياله كانه ما راضيش على القرار ديال الحكم المساعد انه تعطل هذه آه الاعاده الثانيه عندك اسم محمد آه. صافي في استشاره صامته ودازت وهذا هو مشيتي في التوقيت هذا وفي في هذه الظرفيه هذه هو مقبل على باش يعلن على نهايه اللقاء واللقطه اللي خصك تعلن فيها بانه جاب من مورا هدف ما عيطتيش في الفار سبحان أدية الله, أدية الله. لل... ل...